مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الحلقة الثانية من برنامج توب إتوال. وإحنا اليوم على زيتوال ديال نجوم كرة السلة للفريق الوطني المغربي، واللي كنحيي بحرارة محمد شعاع، ياسين بيري، كريم النسبة، وولكينز. صفقوا معايا عليهم، ولكن راه وولكينز راه واخا زعما تقراو هكا ويلكينز راه مغربي. جمال ياك ويلكينز جمال منين؟ جمال ويلكينز. ما كنتش تحب لي سميتك جمال. جمال مالي. جمال ويلكينز. جمال مالي. ويلكم ويلكم. ايضا كنحيي رئيس الجامعه الملكيه لكره السله سي مصطفى اوراش، المدرب ديال المنتخب الوطني سي سعيد البوزيدي، وايضا كنحيي بحراره الكاتب العام للجامعه الملكيه، وايضا كان رئيس الوفد اللي مشى لمصر سي بادي ابراهيم. مرحبا بك سي بادي. مرحبا بك. بارك الله فيك. الحقيقه هذا نهار كبير لانه كيتزامن مع واحد الذكرى اللي هي غاليه على المغاربه، الا وهي تقديم وثيقه الاستقلال، وفي نفس الوقت يعني نحن نحتفي بهذه الذكرى بوجود هذه الوجوه النيره وهذه الوجوه الطيبه التي ابلت البلاء الحسن والبلاء الجيد من خلال هذا الانجاز الغير مسبوق اللي حققنا في مصر. وكما جعل الانسان الاخوان كاملين انه يعني الشيء الجميل واللي يعطيك الشحنه لهذه النخبه الوطنيه هو كيف قال السي البوزيدي وكيف قال السي مصطفى اوراس، هو ذاك الانسجام الكبير الحاصل بين جميع المكونات ديال البعثه، من رئيس البعثه اللي عبد ربي اللي ما كنتش كنعتبر نفسي انه انا رئيس بعثه، يعني امارس جميع صلاحيات وجميع السلطه ديالي، ولكن يعني ديك الغيره والحب الوطنيه اللي خلاتنا انه لدرجة انه كنهز لاكلاس كنجيبو اللاعبين، يعني اي حاجة كنديرها. وفرتي لهم كاع الظروف، وفر لكم ظروف مزيانة في مصر، قولوا شنو كاين. قولوا حنا نقدروا كل شيء. لا لا بصراحة انا لاعب سابق ديال كرة السلة، وما يمكن لي الا انه نكون. فين الفريق كنتي كتلعب؟ باب الصحراء قلميم. تحية اليوم. وشكرا بزاف على هذه الاستضافة هذه، لانه في الحقيقة كيقول السي مصطفى اوراس انه كرة السلة كان يعني انها خص تكون في مكاننا، يعني على الاقل الى ما وصلت المستوى ديال كرة القدم، على الاقل يكون نصف ما يعطى وما يمنح. نعم. لكرة القدم حتى انه يمكن لنا نخدموا في ظروف اللي هي مواتية. نعم. وبالتالي تكون نتائج اكثر واكثر من هذا المرتبة اللي وصلنا لها. ما كانش هناك عراقيل من يعني من خلال تجربتكم في مصر مادام كنت رئيس الوفد؟ العراقيل من اي ناحيه؟ يعني اللي واجهت المنتخب الوطني على العموم، اللي يمكن تاثر عليه. لا، الاكراه الوحيد اللي كان عندنا هو انه يعني البعد ديال الاقامه ديالنا مع كتعرفي انت يعني الشساعه ديال مدينه القاهره. نعم. والتنقل يعني كيكون صعب من طبيعه الحال. بالنسبه للاتحاد العربي ما وفرش يعني الامكانات اللي كنوفروا ليه حنا ملي الاستضافه ديال اي تظاهره بالنسبه للمغرب اللي كتكون هنا في ارض الوطن، يعني كنوفروا لهم جميع اللوازم وجميع التسهيلات وجميع يعني اللي يخلي الانسان يكون مرتاح. نعم. حنا حاولنا قدر الامكان انه بالوسائل المتاحه لنا انه على الاقل نوصلوا لهذيك المبتغى ديالنا، برغم من يعني المسافه اللي كتكون ما بين مثلا الفندق ما بين الصاله في القاعه فين كيتمرنوا، او الحازيات اليوميه اللي مثلا كيطلبوا من الادويه من اي حاجه كنحتاجوها، انه خصنا على الاقل نقلبوا على السياره ديال الوزراء باش نتنقلوا. التنقل في القاهره صعب بنظر الاكتظاظ وكثره السيارات، اذا هذا هو العائق الوحيد. من طبيعه الحال كاين هناك اختلاف ايضا من ناحيه ديال الاكل، لانه اللاعبين في اخر المطاف انه ولاو كيسكتوا من الاكل. الكشري كريتيو الكشري غير ما كلينا كريتيو الكوش. تحيه لسعيد الدودي في القسم الرياضه، اجي مرحبا بك سعيد، جاولكم تحيه القسم الرياضي. اذا مجمل القول انه يعني احنا وضعنا نصب اعيننا هو انه الفوز باللقب. نعم. وفي يعني ملي كتوضع في نصب عينك يعني هذا التصور هذا، جميع العراقيل والجماهير تدوب في هذاك الطموح اللي احنا جينا من اجله انه الحصول على ذاك اللقب، ولكن مع كامل الاسف كيف دتها واحد التدوينه في الفيسبوك، يعني انتصار
خساره بطعم الانتصار. نعم حنايا حنا دائما قلوبنا مع المغرب كما قال سي اوراش وايضا سي سعيد البوزيدي. هذه هي البدايه ان شاء الله. الان عندنا نخبه وطنيه اللي خاصها الكثير من الاهتمام، اللي خاصها كثير من الدعم، ودائما الخلف ثم الخلف ومراكز التكوين. سي اوراش دائما كتسهروا على ان المراكز التكوين يكونوا يعني كل فريق، لان تبارك الله ولو عندنا فروق احترافيه كبيره، يعني كل فريق يكون عنده مركز التكوين ديالو. بالنسبه لمراكز التكوين هو هذا نقطه اللي حنا قرابين لها، لان في كره السله ماشي بحال كره القدم، ان كره السله ما كاينش ذاك الامكانيات الماليه اللي تقدر باش ان كل نادي يكون عنده مركز تكوين. وحنا عندنا بحال مدرسه كيقولوا مدرسه كره السله، يعني حتى العمل ديال الجامعه هو تكوين مدربين، لان لقينا ان المدارس تكوين كره السله كتقوم بواحد الاطور، ماشي كنقلوا منها، ولكن هي اطور اللي ماشي مكونه واحد تكوين تقني. و الجامعه خدامه مع الاداره التقنيه باش انها كنهيئوا واحد المجموعه ديال المدربين اللي وصلنا لواحد العدد كبير في هاد الثلاث سنوات، اللي دابا ممكن ان الانديه تنتاد بهاد المكونين اللي يقدروا يخدموا في المدارس ديال التكوين. نعم نقدروا نعطيو واحد اللاعبين واحد الخلاف الانديه باش تقدر توفر. كنظن انا في السنتين القادمتين غيقدروا يكونوا مراكز تكوين اللي مهمين اللي باختصاص كره السله. نعم على الصعيد الوطني ان شاء الله. واذا خص الاهتمام يعني بالبطوله المدرسيه، لان بحال كان سي بوعزاوي ياك الله يرحمه سي بوزيدي كان كيمشي بالبطوله المدرسيه، كان كياخذ شباب وكيتم تكوينهم، يعني خص حتى الاعتناء بالرياضه في السلك الابتدائي والاعدادي والثانوي. كنظن هذه تقريبا واحد 10 سنوات ما بقاتش الانديه كتاخذ من المدارس، لانه ولات المدارس اللي كتاخذ من الانديه ولا العكس. انا كنعقل في الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات ولا التسعينات كانت الانديه كتجي كتاخذ اللاعبين من المدارس. هذا عمل خص يعني الوزارة المعنية هي اللي خصها ترفع من القيمة ديال التكوين في المدارس، لأنه الرياضة كنظن في الولايات المتحدة الأمريكية إلا كانت هي أحسن دولة في العالم في جميع الرياضات، لأنها الكورسيس ديالها كيدوز من المدارس، والجوار اللي يتكون في المدرسة من ناحية الرياضية وكذلك انتليكتويلمون كيوصل لواحد المستوى عالي. هاد السنوات هذه كنظن كاين مشاكل كبيرة في ناحية التعليم، لأنه حتى التعليم هو قصة كبيرة، والشطر المهم فيه هو يعني ماشي غير الرياضة، يعني كيفاش يمكن لينا نتقفوا هذا التلميذ ونوصلوا لواحد المستوى عالي وينو تربيته وكلشي. اذا هذا مشكل، وعند يزيدوا الرياضه لانه ما كاينش اهتمام بالالعاب المدرسيه، وما كاين مابقاتش ديك المشاركات الدوليه، خاصه لانه انا كنت مدرب ديال المنتخب الجامعي في 2010 وشاركنا في بطوله عربيه في مصر، وشاركنا في 2008 في بطولة عربية في الأردن، كان معايا اللاعب زويتا وعدة لاعبين، وكان المنتخب ديال يعني التعليم الأساسي الثانوي حتى هو كان كيشارك. هاد الأعوام مابقاش هاد المشاركة، إذا مابقيناش كنشوفوا داك لو جوغ اللي كيبدا في المدرسة في الإعدادي والثانوي وفي اليونيفرسيتي. دابا خصنا نغيروا الاستراتيجي، هو بحال ذلك الرئيس خصنا لي سونتر دو فورماسيون. لي سونتر دو فورماسيون خصهم يكونوا ريجيونال، خصهم دي بول يكونوا ريجيونال ويكونوا ناسيونال، باش يمكن الجامعه تعاون في لو بلون ديال لا فورماسيون ديال ليليت، لان لي كلوب تيفورمي دي جوار غير بور لو شامبيونان. وي وحنا بوغ افواغ دوك لي جوار دو هو نيفو خصنا لي سونتر دو فورماسيون، وخصنا لي زيكيب ناسيونال يكونوا اي 12 اي 14 اي 16 اي 18 اللي خصو يبدا من صغرو هو تيلعب على ليشلون انترناسيونال، وخصو يكون ان جوار انترناسيونال من داك لاج الصغير باش ملي يوصل لاج ديال سانيور
كيكون عنده لا كومبيتونس ديجا الى اركي واحد سيرتان كومبيتونس و سيرتان كومبيتيسيون دو نيفو باش ما كيبقاش عنده المشكل. حنا كنلقاو بارفوا دي جوغ تيجي انترناسيونال دي جوغ بزاف, هو نورمالمون خصو يكون ان جوغ ولا دو جوغ اللي يمكن ما يديرش داك لو كورسوس انترناسيونال باسكو اي سو ديفلوب فواحد لاج كبير, ولكن حنا محتاجين له فيه 2.25 بحال ديال داك ديال مصر فيه 2.25 فوالا هذاك ما محتاجش كاع عاتيكي بحال كيتفلك يزكرك فوالا سي دي زيكسيبسيون اللي يمكن له يجي سينيور ليكيب ناسيونال باسكو طويل ولا سميت, ولكن لي جوغ اللي نورمالمون اللي نورمال بحال هاد لي جوغ خصهم يدوزوا من هاد المراحل يشاركوا, ولكن هادشي كيطلب امكانيات الجامعه خصها تدخلها امكانيات كبيره باش يمكن ليها تكون هاد لا فورماسيون ويكون لي زيكيب ناسيونال يكونوا دائما واجدين. لان مصر هاد اللاعب اللي لعبوا معنا في ليكيب ناسيونال ديال مصر لا موتي ديالهم لعبوا لا كوب دي مون ديال قبل من 16 عام قبل من 18 عام وكي بريباريو دابا لا كوب دي مون ديال مون دي 19 نعم. حنا ما عندناش فروق اللي كتشارك في هاد البطولات العالميه ديال قبل 16 عام قبل 18 عام. هما عندهم الامكانيات الماديه تضخ في الرياضه, لان الرياضه عندهم هما متنفس كبير. نعم لان المصريين عندهم ظروف سياسيه, ولكن هذه الظروف كيحاولوا انهم يمسكيوها بالرياضه باش يتنفسوا فيها. حنا البلاد سو لو بلون ايكونوميك كيقول لك المسؤول كيقول لك انا عندي بزاف ديال الحوايج خصني نديرهم في البلاد, الرياضه هي الاخرانيه هي خصها لو كونترير سي لو كونترير باسكو لو سبور في بارتي ديال ليكونومي ديال البلاد وكيخدم لك بزاف الناس وكيعطي اشعاع للبلاد. دونك ولكن حنا خصنا نخدمو فيه باش ناخدو داك الاشعاع, ماشي نتسناو لاطليت حتى يبري ويكون بيرفورمو عاد ناخدو نديرو له يعني ادوبتيو. خصنا نادوبتيو مازال صغير باش نوليو نردو ان غون اتليت, وهذه هي السياسه اللي خصها تتغير في البلاد ماشي غير في كرة السلة. وكرة السلة ثاني رياضة في المغرب خصها الامكانيات بحال اللي قال السي بادي, الا ما كانتش بحال الفوتبول تكون 40% 50%. احنا بغينا 50 و 14 40 حتى جينا والانديه غير 10% غير 10% من الامكانيات ديال الكره. وانا كنقول 50 نتوما كتقولوا 10 الا بغينا 50. ايماجين كنا دابا كيسمعونا المسؤولين حنا بغينا 50. الا كانت 50% هاد لو باسكيت في المغرب غادي يتغير. عطيونا 20% ولا ما غيرناش الباسكيت يديونا الحبس. انا ذاكر اللي يدي فيه هو مباشره على امواج الاذاعه الوطنيه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله تيقول لكم عطوني 20% وواحد يجي من بعد حاسبوني الا مشينا نشوفوا اسمح لي الا مشينا نشوفوا مصر. نعم مصر الانديه ديالها ماشي غير المنتخب, الانديه ديالها عندهم الامكانيات لا الماديه لا اللوجيستيكيه لا كلشي باش يمكن يخلقوا ان اتليت. نعم. حنا دابا عندنا مرحله اللي تنوصلوا عندنا لاصال عندنا القاعه المغطاه, ديك القاعه المغطاه ماشي ايكيبي لي جوغ ديالنا ما كيديروش ميسكولاسيون والباسكيت سي سبور دو كونتاكت. وي مع مصر مصر اي سون بلو كوستو كونو, ولكن حنا كنا تنخدموا او نيفو دي كلوب هي الاولى, لان في لو كلوب خصو يخدم اللاعب غادي يجي ليكيب ناسيونال. وي كلش انا في ليكيب ناسيونال غادي نشدو بور اون سومان ولا دو سومان باش ندير له ميسكولاسيون واخا ندير له ما غاديش تعطيه لو ريزولت, ولكن الا كان كيخدم في لو كلوب ديالو دوبوي لو بيتي اج ديال 18 ولا 17 طون كيخدم باسو ديفلوبي فيزيكمون اتليتيكمون تكنيكمون غيجي غتلقاه واجد. دونك هنا عندنا حنايا لا بليبار عندنا لا سال, وديك لا سال فيها ساعتين ولا ثلاثه ساعات ديال لونترينمون كيجي تريني الا ما كاينش الامكانيات ما كاينش هاد لوك لي كلوب خصهم حتى هما الامكانيات. دونك الا الجامعه خدات الامكانيات كبيره هذا تعاون لي كلوب ولي كلوب غادي برودويو وما لقاوش المشكل في واش حنا كنا يعني كنهضروا على تجربه مصر راه كاينه حتى تجربه لبنان في الباسكيت تجربه لبنان تونس كنا في تونس شفنا نجم الساحل والنادي الافريقي سي بارمي لي غران كلوب اللي كاينين في حتى الجزائر الجزائر بلوز او موان بحالنا. علاش؟ لانهم عندهم فرقه وحده جامعين فيها ليكيب ناسيونال ديال البترول في الشركه ديال البترول عندها الامكانيات, ولكن لي كلوب الاخرين عندهم المشاكل. نعم. مشيو لونغولا, لونغولا سي غروند ناسيون دو باسكيت اللي عندهم امكانيات, يعني الدول اللي عندها الامكانيات هي اللي كتبرز, والمغرب بالامكانيات محدوده كيتضاهى مع هاد الناس. وكنطلبوا من المغرب انه يدير النتائج
نوفروا له الظروف باش يمكن يدير هو الخليج عندهم امكانيات كبيره. الاردن ما بقاش الامكانيات نزلات كره السله في الاردن. الاردن كانت دوله من الدول المتطوره في كره السله، المستوى ديالها نزل لان ما بقاش الامكانيات. اذا الامكانيات اذا كانت الامكانيات جزء مهم في الرياضه. نعم، هنا هي نسولوا اللاعبين ديال منتخبنا الوطني اللي ايضا كيمارسوا في البطوله الوطنيه، كيف كدوزوا نهاركم في التيران؟ يلا ياسين. يعني مع الفريق ديالك ماشي مع ليكيب ناسيونال مثلا Oui, ça dépend. Parfois, on a deux entraînements par jour, c'est-à-dire deux, trois fois par semaine. Oui. Et le matin et puis l'après-midi. Parfois, on a aussi un entraînement de musculation une ou deux fois. Mais ça, c'est plus en début de saison, parce qu'après, comme il y a plusieurs tournois au Maroc et à l'étranger aussi, donc il n'y a pas vraiment le temps de faire de la musculation et tout. On doit rattraper tout le match. Et donc. Et voilà, c'est une journée comme ça. D'accord. بالنسبه يعني ويلكينز شعاع من غير كريم ياسين ايضا ياسين ويلكينز vous avez joué pour l'ICS la première fois. ويلكينز maintenant tu joues avec شباب الحسيمه. Est-ce qu'on peut voir d'ici un peu de temps ويلكينز il va retourner jouer l'ICS? لا ما نزول في استاد الجمهور دابا هو دابا اتولي لايسيس مع الحسيمه دابا اون فوا توت ليكيب انت الحسيمه اي لايسيس لا كاين لاعبين ديال الوداد كاين لاعبين حنا كنهضروا مع نفس الاستوديو لا كاين لاعبين في الحراس في المغرب الفاسي الخلفي في الجيش الملكي علي الحريشي في الوداد يعني المنتخب كون من بزاف ديال الفرق كنقولوا لايسيس لان لايسيس عندي واحد البيتيت سميتو لانه باش الناس ما ياخذوهاش جي كونتاكتي تو لي جوار سوف الحريشي باسكو جي با سون كونتاكت مي جو دوموندي ان جوار دو لو كونتاكتي حراس لي كونتاكتي مشى لفاس زكريا جو لي كونتاكتي باش يجي الى تاع فاس في شي اسبوع Hakim, je l'ai contacté, pas, il ne m'a pas répondu. Najah, la même chose, je pense qu'ils sont occupés. Donc, les joueurs Kamelin, Mksod, il est malade. Le Khalfi, il est malade. Il a dit qu'il est malade. Donc, j'ai contacté tous les joueurs. Il n'y a pas que Hussein Maoulas là. Mais il y a une chose, pour moi, c'est le joueur le plus valable, c'est lui qui doit participer à l'équipe nationale. Oui. Soit le soit Hussein, si il y a 10 من الحسيمة مزيانين نجيبهم 10. Oui. Parce que c'est l'équipe nationale. Là, dina l'Algérie a donc son attaque, il y a 10 joueurs de l'équipe nationale qui jibou 10 de l'équipe ديال سميت. Qui jibou deux étrangers ou trois algériens من France ou la Suisse ou qui jibou l'équipe nationale. Après c'est le drapeau national. Les joueurs les غادي يعطي plus le منتخب الوطني يكون حاضر. C'est vrai, il va y avoir d'autres stages de présélection pour des joueurs. Et non, on n'a pas beaucoup de joueurs. Mais ça, نهار جا الاسبانيول جلست معاه هنا في الاوتيل. Le premier jour, باش جا جلست معاهم قال لهم جو 60 meilleurs joueurs. 60 احسن لاعب عندكم في السنه. نجمعوا 60 صعيبه. ما يمكنش. 20 ما نكملوهاش. 20 ما نكملوهاش. قال لهم 60 joueurs outre moins de 19 ans brisons je me les 30 et 30 outre 30 et 30 pour faire une présélection pour qu'il arrive à avoir 20 joueurs sans les joueurs lesquels il a bouffé à l'étranger de 4 joueurs qu'il a à l'étranger donc donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pratiquent ou qui le flouent ou qui le nasmit nous le Maghreb le problème les kain هو انه الفراق ما عندهمش الفلوس سي فري كاين دي غرو سالير الناس يقول لك لعب الباسكت كيتخلصوا مزيان كيتخلص شهر شهرين كيتسال شهرين باسكو الفرقه مازال ما دخلوهاش الفلوس هادي وكاين بوكو دو بروبليماتيك اللي مطروحه في سميتو دونك انا بالنسبه ليا كناخب وطني يمكن لي نجرب 20 30 لاعب الا كانت عندنا 30 لاعب اللي عندها لي كاليتي والكاليتي باش تكون لا بري سيليكسيون اي ابري سي لو ميور سي فري اون اوني
n'avais pas beaucoup de temps pour faire une présélection comme trois joueurs ou l'Abi. J'avais le choix entre Wilkins et l'Enani. J'ai pris le Wilkins parce qu'il n'a jamais participé en équipe nationale pour le voir. Ben, je suis ou tu es satisfait de Wilkins? Pour voir wesh, il va donner un plus l'équipe nationale ou la fédération le travail il est rédé de dire pour avoir le joueur il a mal l'équipe nationale au niveau de la FIBA. Oui. Yassine Veiri la même chose. Karim a une étoile pour voir des joueurs avec Karim. دائماً عنده سميت في جيل ليكيب ناسيونال كان عنده ديك ليطوال هي اللي حابسه الشامبيون العرب ما فيهاش ليطوال كيسكو سافي دير ليطوال الناس اللي ما كيعرفوش بزاف الباسكيت ليطوال سافي دير كو سيت ان جوار كي ا لا ناسيوناليتي ابري 18 ans de père marocain ou la de mère marocaine ou les deux parents ils sont marocains mais ما قيدوش في الحاله المدنيه depuis la naissance oui. Aoula, il a joué avec l'équipe nationale de le pays qui a échoué. On va vers le pays d'origine de Yalou. On a dit que c'est un haïf de la Jamaïa d'Oulia. La Jamaïa d'Oulia a donné à les nations le droit de naturaliser un joueur. Ça veut dire que je peux emmener un Américain, on appelle la nationalité, ou il est maire. Mais c'est des Marocains, oui. De père et de mère, ou les deux mères ou les deux pères. ما يمكنش ندير لهم انايا هاد لوبستاكل لانني ماشي انا جبتهم عطيتهم لا ناسيوناليتي هادو لي بارون ديالهم هما مغاربه دونك انا هذا هو لو شوا كان عندي الاناني الى اسكو تو ساتيسفي دو ويلكينز انا بالنسبه ليا ويلكينز الى رومبلي الى كومبلي لا ميسيون ديالو فهمتيني يا با كو لوي تو لو موند انا بور مو تو لي جوار ايزون اكومبلي لا ميسيون ديالهم D'ailleurs, il a fait les joueurs de Salé n'ont pas beaucoup joué. Oui. C'est les autres joueurs qui ont beaucoup joué parce que je savais bien que l'équipe de Salé, les joueurs de Salé ils sont épuisés. A vu la compétition, les deux hommes. Donc le rendement de l'homme est stable. Donc, les joueurs, ils ont dit que les joueurs qui ont fait la sélection, ils ont fait la bouche. Donc, on m'a dit que je suis un peu est-ce qu'ils ont le mérite? Non. Ils ont prouvé qu'ils ont le mérite avec un peu de travail, avec un peu de temps, de confiance dans l'équipe nationale. C'est la relève, les radis, le drapeau national. Après, Khalfi ou les Zakaria, parce qu'ils ont pris de l'âge, ils peuvent donner l'équipe nationale, pas de bon moment, mais dans l'avenir, il faut qu'on trouve des joueurs. Les joueurs, c'est que et d'autres joueurs qu'on va emmener. Les radis, ils ont un plus l'équipe nationale. Quand nous sommes à la Nusl Asma, à la Karim, à la Wilkins, à la Yassine, à la Non, parce que nous avons la liste de l'équipe nationale n'est pas arrêtée sur les joueurs les 12. La porte elle est ouverte pour tous les joueurs qui sont capables de donner un plus. Un Nahshad qui joue en Pro B. Radim Chioulando, Ngulsom A, Ushofo, parce que c'est un Marocain, l'équipe nationale, qui doit donner l'équipe nationale ou Telebletre Satate. On a d'autres joueurs marocains, les ont le droit de jouer, où ils peuvent donner un plus. Je crois que le Smith ou le Halik Angolo, la concurrence entre les joueurs, non. Il faut avoir 20-25 joueurs qui sont capables de jouer, de participer, de faire la concurrence Binaton pour tirer le maximum d'eux et après d'avoir les meilleurs qui sont prêts à participer dans les compétitions internationales. J'ai posé la question sur Wilkins, est-ce qu'il y a la possibilité de retourner à l'ICC jouer avec ou... Non, c'est pas possible. Comme Yassine l'a dit, tout peut arriver dans le basket, mais là pour le moment, je m'amuse bien à Saïma. Je suis avec deux de mes amis d'enfance. Donc, c'est Karim et Yassine, voilà. Ils jouent avec toi. Je les connais depuis que je suis petit, donc on s'amuse bien et je me vois pas partir pour le moment parce que je m'amuse bien et le basket est un sport où on doit s'amuser. Et voilà, moi je m'amuse bien, c'est le principal et
Si, après, si, voilà, si on doit partir, on doit partir. Mais là, moi, je suis heureux ici à Arsema et je ne me vois pas partir pour le moment. نعم بالنسبة لياسين هنا بغيت نطرح كنت نسول بالنسبة يعني اللعب كله كنعرفوا على أن تو لي جوار في تو لي دومين كل واحد يكون عنده واحد ليدول ديالو تقول لك أنا بغيت نكون كان إكس أو بيان إكغاي شنو بالنسبة لك ليدول في الباسكت؟ أنا مون ليدول سيتي با نورمالمون يانا بوكو سيتي أن دو لي زيدول ديال الأمريكان إن بي إي وكل شيء مي أنا سيتي با J'avais Michael Jordan, c'est normal, on est tous fans de lui. Mais là, moi, c'était un joueur européen, un Serbe, c'est plutôt Dejan Podoroga. Il jouait à Barcelone. Il est pas très, enfin, il est connu en Europe, mais oui. Dans le monde un peu, il est pas vraiment populaire. Non. Donc c'était lui mon. Mon tabnis balik shua. Qui m'a galé, c'est Michael Jordan, c'était le top, Zamara. كان كلشي حتى ملي كنكونوا باغيين نتفركسوا كنا كنشريو ديزيسكوفي ومجرد كنمشي كونسر اللاعب اللي كيعجبني هو تيم دانك سبيرس فين كيلعب؟ سبيرس انا ثقافتي الكروية ياك راهي مهم مزيان هنا يعني بالنسبة يعني دائما اللاعب تيكون دائما خايف من الإصابة الإصابة يمكن لك يعني تقدر كاع توقف له الكارير ديالو شنو الاحتياطات اللي يمكن لك يعني الواحد اللي كيقدر ياخذها باش ما توقع له شي حاجه وسط التيران يمكن تاثر له على الاعتاء مع ليكيب اللي كيلعب معاها يلا بليسر كما كنقولوا ربي كيحفظ زعما واخا دير زعما الاحتياطات ديالك ربي كيحفظ نعم كما قال الكوتش نورمالمون اي جوار خصو يبقى يخدم نعم ابار ما بقاش يعاود لديك ساعتين ولا في النهار ولا كيما قلت لا ميسكولاسيون كتقوي واخا نمشي ديال لا بليسيور كيبقى حتى لو كور يقدر حتى لو كور كيتجاوب معاك نعم هذا هو كريم شكون هو ليدول ديالك؟ مو سي جوغ لاعب امريكاني من كتصير الان ايفرسون معرفش واش عرفتي اي ريسامون دوبوي لي ديرنيغ زاني توني باركر le cerveau le jeu ou autre le musée ou l'entraîneur du terrain on a le relais de l'entraîneur mais quand je suis sur le terrain ou le musée ou le relais bin les joueurs les autres les ailiers les pivots ou le libéral نعم نعم دائما كنلاحظوا على الموزع ولا الديستريبيوتور كيبقى يدير يدو فوق راسه واش معنى هذوك سون دي سيني كاينه هذيك كاينه واخا مره تيدير شي نمره مع هذوك لي سيستيم اللي تنخدموا واش تكون يعني كاع الناس اللي كيلعبوا الباسكيت عارفينهم ولا تيكون كود ما بين ليكيب كلها لا لا هذا الشيء بيناتنا تنخدموا عليهم هذوك لي سيستيم تكنيك هذيك اللي تيستعملوا هذيك هذوك لي استراتيجي ديالنا نفهموا باش نحركوا في هذا المومون في هذا الاسباس بلا ما يعني ما تيعرفوش الاخرين هما اللي فوالا سي تري سي تري 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 دابا هادي يعني كل واحد يشد بلاصتو الى 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 من دابا نقول لك ملي كنقول لك غادي تمشي حتى لهذيك البلاصه ومن بعد ترجع غاديريها وتن علاش درنا لي سيني حيت ملي كتلعب في واحد القاعه كاينه 5000 ديال الجمهور تيغوت كلشي خصك لي سينيو دير شي حاجه الا بقى هذاك تمشي لواحد حتى لعندو تقول له الاخر سي با بوسيبل كاينين لي سينيو وتلاحظ يعني مؤخرا حتى الجمهور حاضر ويعني في لي كاتر كار كنلقاو حاضر بقوه وكيشجع الجمهور وهنا نقدروا نقولوا على ان حتى يعني حتى كره السله دارت جمهورها
راه بعض المرات يمكن الناس يعني من بعد الاخفاقات الكثيره ديال كره القدم والجمهور وايضا الشغب داخل الملاعب هاد الحوايج كلها اثرت، ولكن يمكن استفدت منها شويه كره السله لان الجمهور ولا كيمشي لكره السله، وحتى نوعيه الجمهور اللي كتكون مع في كره السله كنشوفوا بزاف عائلات جنس لطيف حاضر في القاعه بخلاف كره القدم. ولكن سي سعيد البوزيدي راه ملي كيعطيو كتخسروا الفرقه كنبقى نشوفو كيغوت كيعصبو كيك سي سعيد ملي كيسمعوا شنو كنهضرتك هذا نورمال travail pendant des séances et les joueurs parfois ils perdent les pédales et c'est le métier malade c'est parce que tu voulais chez malade tu m'as tiré c'est le métier donc c'est ma façon de réagir et tout ça mais je me contrôle à l'intérieur mais donc c'est un peu difficile mais parfois c'est Je suis en train de faire des choses. Mais on est dans un spectacle. On fait le spectacle. Et après, le public, il a le droit de critiquer et tout ça. Mais je pense que les gens, quand ils critiquent, le plus important, c'est qu'on est de bonne foi. Mais qu'on est la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, il y a les khaïba. La bonne foi, tout le monde il accepte. On est dans une place de critique. On peut être critiqué, rectifier les erreurs et tout ça. C'est le joueur, l'entraîneur, le président, n'importe qui, il peut commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est de rectifier les choses et d'avoir des gens qui ont la bonne foi pour avancer le sport. C'est le plus important. حنا كنلعبوا من اجل الجمهور والجمهور دابا كيتصل بينا باغي يتكلم مع الفريق الوطني ايضا مع رئيس الجامعه والمدرب غادي يمشيو الوزان ونقولوا اهلا ومرحبا بك سي محمد الوردي. سي محمد الوردي اهلا ومرحبا بك، تحيه كرويه، تحيه زعما بغيت ندير القفيز زعما كره السله برتقاليه تحيه برتقاليه. نعم نعم راه ماشي في الجامعة الجميلة دايرة واجبة نعم نعم فاش فاز المنتخب المغربي على السنغال انت مشيتي لطرابلس من اجل تشجيع المنتخب الوطني ولا كنتي كاين تما تا هما ملي ضربوك هما اللور اللور حبيت تخلص منهم. وقال ياسر الوردي تبعتي الان المنتخب الوطني في البطوله العربيه شنو تقول لان اللعاب الان كيسمعونا وايضا رئيس الجامعه والكاتب العام للجامعه والمدرب حشد باسكو هادي سيت اون كومبيتيسيون اللي ما معترفش بها من الفيبا موند لو كلوب ديالو ما يمكنلوش يتلقاو يشارك فيها لانه كتعرف بان الفيبا موند بالنسبه لها هاد لي كومبيتيسيون عراقيين ما كتعترفش بهم بطوله عربيه بطوله اسلاميه دونك بالنسبه لها هادو بحال بغيت تقول لو راسيزم يعني داكشي عراقي ما معترفاش بهم ودابا الاتحاد العربي كيطلب باش انه
الفيبا تعترف بهذه البطولة هذه دونك اي سون اون طران دو فوا مي الحشاد ان شاء الله لي كومبيتيسيون اللي معترف بهم افريكان والانترناسيونال اللي معترف بهم الفيبا ان شاء الله غيكون مع ليكيب ناسيونال باذن الله. شكرا لك السي الوردي. غادي نمشيو لسلا معنا محمد. الو السلام عليكم سي محمد. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. هو جاوب لك سي سعيد. لا ما يخليوهش لو كلوب ديالو يخرج. لو كلوب ديالو يجي. لا سي لو كلوب كاع لي شوز اللي معترفه بهم الفيبا كتكتب ان اكري لو كلوب كيعطي يطلقو بزمنو اللي ما عطافش بهم ما يطلقوش. بالنسبه للبرمجه الا مشيتي للموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله ومشيتي للكومبيتيسيون غتلقى تما البرنامج ديال السنه كامله وكل اسبوع كيتحدد فيه التواريخ ديال المقابلات ديال كان جور وبليصال ديالهم كلشي. ممكن تمشي للموقع ديال الجامعه الملكيه وعاد تبع البرمجه ديال التغييرات كيتلونس هاكم ميساج بالنسبه في في في, في لو سيت باش تقدر تشوفو. ونقدروا ني سي اوراج كما كنشوفو في كره القدم تنقولوا بحال اليوم الاثنين مباراه ستجمع ما بين فريق اكس وفريق ايغريك. ما نقدروش نديرو هاد التفاصيل مثلا في كره القدم كيكون هناك اعلانات في التلفازه كنقولوا بحال يوم الاثنين غادي تكون مقابله ما بين كاين كاين في العالم الرياضي وفي في جميع البرامج الرياضيه التلفزه كيديروا برنامج ديال البطوله ديال كره السله. ولكن هما المقابلات اللي كيتغيروا وكيتديروا هما المقابلات اللي كيدوزوا مباشره في التلفزه لان الرياضيه هي اللي كتحدد التوقيت باش تقدر تنقل المقابله. لان الا لاحظتي مؤخرا بدينا كنقلوا حتى المقابلات ديال كره السله النسويه. نعم يعني كاين واحد الدعم كبير باش اننا نوصلوا نقلوا المقابلات ديال كره السله النسويه. اذا القناه الرياضيه كتقدم معنا واحد الدور كبير مشكوره. وهذا هو يمكن الوقت اللي كيوقع التغيير هو في المقابلات ديال النقل المباشر. بعض المرات كطيح اشكاليات بعض المرات كتلقى قاعات لان المشكل اللي عندنا في المغرب هو ان القاعات ماشي ديال الانديه. كاين فولي بول كاين هوند بول كاين ميني فوت يعني فريق يكون مستقبل في بلاده حتى يوم الجمعه ولا ما كيلقاش القاعه وانه كيراس من الجامعه كاين مضطر انه يحول المقابله لقاعه اخرى. هذو هما المشاكل اللي كنقدروا. ولكن ديما لو سيت ديال الجامعه فيه اجور اي معلومه نمشيو نلقاوها تما تلقى تما البرنامج تلقى الترتيب يعني تلقى جميع اللي كيهم كره السله المغربيه تلقاها تما. نعم نمشيو لسلا الجمهور السلاوي كيعيط على الباسكت. غادي نمشيو عند امين. امين اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا بك تفضل. مرحبا. وكنظن صوتي صوتكم وكنتمنى انه ان شاء الله يكون واحد الدعم لهذه الرياضه هذه لانه صراحه مثلا حنا سلا كنفتخروا على انه عندنا فريق وطني اللي كي فريق ديال المدينه اللي كيمثل المحافي اللي كيمثل البلاد وكيمثل هذا وكيعطي شباب المنتخب وهذا ما يعنيش ولا ينقص من اللعابه الاخرين. صراحه كنفتخروا بهم كاملين وانا كنت متتبع لهاد الدوره الاخيره ديال العرب وصراحه من خلال اللقاء الثاني مع كونتر ميتا صافي امنا على انه البطوله المغربيه يعني بدون منازع لولا الظروف اللي كتدخل فيها البدل المنظم كيدخل فيها الجمهور وحتى ذاك العملاق ديال الحمد لله احنا نقدروا نقدموا الخير في هذه المجموعه
غير الطرفه الاخ شعاع كان عنده مشكل كنظن في المساحه ديال الملعب كيخرج الكره نعم احنا ربحنا طريق ربحنا هذا ونتمنوا من الجامعه ان شاء الله انها تهتم بزاف بهذه الرياضه لا من خلال نقل المباريات لا من خلال المصاريف لا من خلال صالار اللعابه لا بغينا نشوفوها يعني بطوله احترافيه هنا في كندا شكرا لك امين شكرا لك وقال واحد تهلاو في اللعابه والصالير ديال اللعابه حتى كلهم ضحكوا فيها ماشي الرئيس ديال الفريق اللي كيعطي دابا مغوي حتى الجامعه لا ذاك رئيس الفريق بوحده دابا ولكن من غيرهم بثلاثه كيضحكوا زعما سي مصطفى هكا وهكا دابا سي سعيد البوزيد ديما ما بقاش نشوفوك مدرب الجمعيه السنويه لا مدرب الجمعيه السنويه دائما لا هاد السنة هادي دائما حتى واحد ما تيدوم في مكان لا زعما حيت انا صحابني الواحد ملي كيولي مدرب المنتخب الوطني ما يبقاش مدرب لا ماشي لابد ماشي لابد اللي كاين هو انه عندي عقد مع جمعية سالا حتى لنهاية الموسم ونشوفوا ان شاء الله الامور كيفاش احنا ما نقدروش نتصور جمعية سالا بلا سعيد بوزيدي باش نكونوا متفاهمين اسمك فيها الخير على الفرقة ان شاء الله الخير يمكن لو ميتي كيف رد على المدرب انه يغير الواجهات ونتمنى على الله باش ان الامور تمشي احسن ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله نتمنى على الله انه ييسر لنا الامور وداك الشيء لانه ستون اكسبيريونس اللي هي مهمه في الكارير ديال الانسان نعم يمكن وليتي تجربه اول تظاهرات يعني تكون فيها كمدرب لا كنت هذه واحد سنتين في الاقصائيه ديال المنطقه اللي المؤهله للبطوله الافريقيه في الجزائر لعبنا ذهب واياب وساهمت في تاهيل المنتخب للبطوله الافريقيه جات ظروف شيئا ما اللي خلات انه الامور ما تمشيش بحال اللي بغينا كانوا بعض المشاكل كنظن وهاد السنه هذه مدرب رسمي للمنتخب ان شاء الله ونتمنى الله باش ان ربي يسنى الامور باش ان شاء الله نفرحوا كما كنت اضافه لجمعيه سلاف اكيد ان شاء الله غادي تكون عندك اضافه للمنتخب الرجل الوطني الان معنا اخر مكالمه من الناقد الرياضي سي احمد بعقيل اهلا ومرحبا بك سي بعقيل بطبيعة الحال شكرا. قل يا سي بعقيل كي جاك يعني كي جاك لي ماتش ولا لو نيفو ديال ليكيب ناسيونال ديال الباسكيت كثير جدا زعما راه عبر لك على قمه نعم طرات لينا بحال اللي طرات لينا مع ليكيب ناسيونال ديال الفوت في افريقيا في 2004 يعني نعم كل شيء عندنا هي المغرب، عندنا الرياضة، أنا نقول لكم المغرب في
بداية كبيرة جدا لأن نجمعوا جميع القوى الحية وإن شاء الله الحمد لله يساعد جوزي اللي راه واحد الإنسان اللي كيخدم في الصحراء ويدعم فيه وأنا عارفو عارفو واحد الإنسان اللي ما كيبغيش كيبغي الأضواء كثيرة نعم كيبغي يخدم في الصحراء ديالو أصلا يستاهل يكون مشاهد من المدير التقني ولما لا إدارة تقنية وطنية وكرة السلة وهذه المراكز اللي سمعتها الحمد لله على لسان نتمنى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم وتولى تدعم القرى كلها وتشوفوا ملاعب القرى كلها ديال القرب كما كنشوفوا في باقي الجوده وهني أن القرى كلها كاملة لا اللاعبين لا المدرب لا الإدارة التقنية لا الجامعة ولا الجمعية الإدارية لأنهم فرحون بزاف نعم شكرا خاصك الدعم سي باقر خاص الدعم ديالكم لان الدعم ديالكم راه الا ما كانش راه ما كان واخا كنخدموا ما كتبانش الخدمه ديالنا يعني كنحاولوا كي قلت قبلات كثير جدا بغينا غير واحد المساحه كبيره جدا شويه في الصفحه ديالكم والله العظيم نعم وكان تفاعل كبير على اننا في الحقيقه حنايا كان صاحب نمشي وكان نواكبوا هذه المواكبه من دور يعني من الحوايج اللي كان خاصها دير الجامعه سي مصطفى على انها تبع الدعوات للصحفيين باش يرافقوا الوفد الامكانيات الماديه ديال الجامعه ما سمحتش هذه المره اننا باش نقدروا نقدموا الدعوه للصحفيين باش انهم يرافقوا المنتخب الوطني ولكن كنا كنوصلوا جميع الاخبار على 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 المنتخب يعني هذا هو المشكل وكنناشدوا جميع الاعلاميين ان الجامعه الملكيه كتقوم بالواجب ديالها ولا عائله كره السله لا من انديه ولا جمهور ولا متتبعين ولا حتى اعلاميين كنتمنى وكاين تفاعل اعلامي معنا في ولكن في الجرائد المكتوبه زعما كنتسائلوا هذا كان تساؤل ديالنا وكنتمنى الاخ عقيل ان تعاونونا كنجدكم ان تعاونونا لان هما اما الى طلعنا غنطلعوا بكم والا هبطنا شحال ما خدمنا غنهبطوا الا سمحتوا فينا يعني كنتمنوا انكم تواكبونا وتدعموا هذه اللعبه لان هي لعبه وكاين شباب في المغرب اللي كيحبها يعني الا كان واحد الاهتمام اعلامي بها غنقدروا نكبروا حتى القاعده ماشي هي التكوين راه حتى الاعلام راه الا لاحظتي ان انتصار الجمهور المغربي كيتبع الاداء كيتبع واحد الحاجه كيخصو يقتنع باش يمشي لواحد الرياضه يعني هاد النتائج اللي حققها المنتخب كيفاش وصلت لهاد الناس كيفاش وصلت المغاربه كاملين انهم يتفاعلوا مع المنتخب الوطني يعني ولو كان الاعلام معنا في هاد الظروف هادي كان يمكن المتابعه تكون اضعاف ونقدروا هاد المتابعه وهاد الاعلام يعني بغيت نقول لك باش توصل البيوت واللاعبين غيوليو عندنا الناس اللي غيهتموا اطفال اللي غيهتموا بهاد اللعبه اللي غيقدروا يتجهوا يبحثوا على الملاعب كره السله باش نقدروا نكبروا القاعده ديال الانديه مهتم لا كثير بالباسكيت لا حنا ما كنهضروش على الاذاعه الوطنيه انا راه هضرت على الاذاعه الوطنيه انا السي عادل والاخوان كاملين عندنا اتصال مباشر ويومي كيتسائلوا كياخذوا معلومات وكنمدوهم معلومات يعني ما عندناش هذا كنهضروا على الاعلام المكتوب هو اللي كنطلبوا وكنجدوا انه يكون بجنبنا مرحبا حتى حنا واجدين لاي خبر اي معلومه حنا واجدين مستعدين نعطيوها شكرا لك سي احمد بعقيل ميرسي بوكو شكرا على الاتصال الوقت ديال برنامج سلا واليوم كنحتفلوا بكم نتوما نجومنا نتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه بون كوراج لكاع لي زيفينمون ان شاء الله اللي ماجي لكل مغاربه كل مغاربه هما معكم الحمد لله راه كاين هناك يعني دائما كنقولوا في كل حلقه يكون عندنا يعني اتصالات كثيره
وكنبود ندوزوا الاتصالات اللي كيكونوا معنا الكره اليوم نزيدوا ساعتين ثلاثه سوايع اخرى. وهادشي باش نقولوا على ان المنتخب كره السله حتى هو ولا عنده جمهور الحمد لله. الان دابا عندنا فريق وطني بدينا كنكونوا جمهور. كنتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه. غنشجعوكم في البطوله الوطنيه ولكن اكيد دائما قلوبنا معكم مع المنتخب الوطني. وانا اللي ما لابسه الشال راه ما نعطيش الكاسي اوراق باش من المغربي تاهل الفينال نجي لابسه نخرج من هنا بلادي المنتخب باش يتاهل نجي ماغوك لان المغرب في دمنا المغرب بلادنا المغرب هو يعني كنعتزوا به فوق راسنا. وكنتمنوا يا ربي يبقى في امن وامان ويخلينا يا ربي ملكنا والله ينصرو ويخلينا ايضا هاد الابطال ديالنا اللي خاصهم الدعم. تهلا فيهم سي اوراش ضروري غادي تخرجوا بالشيك قال لكم لي جا غادي ياخذ واحد 20 ديالكم ولا لا صافي تقريبا كاين غير واحد الاضافه بسيطه ملي على سبيل ديال الدعم. وبخصوص انه المغرب دابا ولا كينهج واحد السياسه ديال الجهويه يعني من هاد المنبر هذاك نناشد رؤساء الجهات انهم يعطيو من ضمن البرامج يعني دعم الرياضه وخاصه كره السله ان شاء الله. شكرا لك سي مصطفى اوراش رئيس الجامعه الملكيه لكره السله. ايضا سي سعيد البوزيدي مدرب المنتخب الوطني وايضا مدرب الجمعيه السلويه. خطوش ان شاء الله الماتش باش نجيو نتفرجوا مرصد ان شاء الله. فاس معايا فاس ان شاء الله مع المغرب الفاسي مع لايسنس من كل في كل داكوغ ان شاء الله ابارتيغ من 17 الكل يتفرج في يعني ماشي نشجعوا غير ما نشجعوش غير الجمعيه السلويه نشجعوا كاع الفروق كاع حتى المغرب الفاسي المهم الكل على الرياضيه ياك الرياضيه ان شاء الله شريك اساسي ديال الجامعه الملكيه المغربيه وكنعاودو نشكرهم لان كيقوموا بواحد الواجب كبير معنا العملاء الاذاعه الوطنيه. كنقدم لهم الشكر الجزيل وكنقدموا الشكر الجزيل للجمهور المغربي اللي تفاعل مع هاد الابطال وهاد المنتخب وهاد اللعبه يعني. وكنتمنوا ان تزيد انهم يدعموا الانديه ديالهم ان الجمهور ملي كيعمر القاعات الا وكيحمس اللاعبين في جميع المقابلات باش يكونوا مقابلات مستوى عالي خص القاعات يمتلئوا. الحمد لله عندنا قاعات رجع لهم الدفء وكاين قاعات اللي مازال وكنتمنوا ان جميع القاعات المغربيه انها تعمر باش تعطي الدفء للاعبين باش يقدروا يطوروا حتى نعم التقنيه. عرفنا لايسس غادي تلعب نهار السبت شباب الحسيمه فوقاش غادي يلعب الماتش الماجي كلشي السبت معايش يلعبوا شباب الحسيمه كلشي مع الخمسه مع الفتح الرباطي يلعبوا هنا في الرباط كاين في الرباط وكاين الجيش الكوكب مع اتحاد طنجه كاين الجيش مع نادي سبركان الرباط كلشي كلشي ابارتيغ من 17 ولكن حنا غادي نتبعوا الرياضه. اذا كان شي مقابله اخرى عاد يمكن تكون شي مقابله اخرى يوم يمكن تغير تمشي للست ديال الجامعه ونعرفوا اخر التطورات. كنشكر ايضا نبادي ابراهيم الكاتب العام للجامعه الملكيه وايضا كان هو رئيس الوفد اللي مشى لمصر. نشكر ابطالنا الذهبيين اللي رقعه الملعب كتكون بهم منوره ومفتحه هما اللي كيعطيونا لي بوان. كنشكر بزاف شعاع محمد شعاع ايضا كنشكر بزاف ياسين بايري جمال ويلكينز ميرسي بوكو وايضا كريم نسبه ميرسي بوكو. كنتمنى لكم ان شاء الله بون كوراج مسيره موفقه وحتى اللاعبين اللي ما حضروش معنا وتحيه لكل اللاعبين زكريا المصباحي عبد الحكيم زويته مصطفى الخلفي نجاح كوردو نسيتي وحده حراس علي الحريشي وعلي الحريشي نبيب ومقصود نبيب سعيد المدرب والاداره التقنيه والاداره التقنيه والوفد الكامل وعزيز الطعيب والمشجعين واللي لابسين الشال ديال المغرب ما نسليو حتى واحد لان حتى اللي ما مشاوش كنقلبهم معاهم بطبيعه الحال. وايضا كنحيي كاع حتى اللعابه اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه واللي ما مشاش شنو وكنشكر رانيا بن غموش اللي معنا كانت هي اليوم لايف وومن كنشكروها. شكرا ليك سميرة سنساوي شكرا ليك إيمان نصح شكرا ليك مريم الذهبي. بسلام عليكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله. باي باي.